يا الله والله يا جماعة، لو حد مكاني والله العظيم ما بصور هذا الفيديو. عجلة الأودن فتحتها كاملة، حصلت كل إشي، والمفروض إني بصور يعني، وحتى في نص الفيديو قعدت أتأكد إنه التسجيل بسجل. لما خلصت وجيت أطفي اتفاجأت إنه إيش، مش بسجل، وتبع الغاز وصل. أوكي يا جماعة، زي ما شايفين فاتحين كل عجلة الحظ، ما فيهاش ولا إشي يعني، خلصناها زي ما شايفين يعني. في حتى كيو كيو 9، حتى في معه ايرون سايت زي النقطة هيك، النقطة الضوئية، فاهم علي؟ فبصراحة عجلة فخمة، في قرنات اسطورية، فيها كثير اشياء حلوة. فاحنا لخصناها كلياتها بهذا الكلاس، مضرب البيسبول، الاودن الميثيك، شخصية بروفيت، الجرنيد، كل شيء جاهز. وهي هي التركيبات تبعت الاودن الميثيك. هسا بنجربها مع بعض، واحنا ما طورنا السلاح لانه طلع لي في اخر سحبة كالعادة. يا اخي كان الفيديو ممتع اقسم بالله، يعني والله العظيم يا الله الفيديو كان خرافي يعني، مصور 10 دقائق كامله منه، بعدين لقيته طفى هيك فجاه، قال لك انا انطفيت. تمام، هندخل جيم رانك هسه ونجرب السلاح مع بعض، ولعل وعسى ما يطفي التصوير. بصراحه مش هتفرق كثير يعني، طفى ولا ما طفى، هو جيم بلاي بالضبط يعني. عجله الحظ مش راح ترجع يعني، فاهمين علي؟ مش راح ترجع عشان ارجع افتحها. انا حرفيا لو شاحن المصاري بمال حرام مش هيصير مالي اللي بصير حاليا يعني، اصلا مش شاحن المصاري، هاي من اللعبه يا كود موبايل انتو يعني. انا عارف انتو شكلكم اصلا بعتينهم بدون نفس يعني، فاهمين علي؟ انتو هيك بس بدكم يعني انزل عن كود بدل ما انزل عن ابيكس، ومش فارقه معكم اشحن ما اشحن، تدخلوني ضد بهايم في ماب زباله، ما بهمكم، ما عندكم اي اعتبار. بس مبدئيا خلينا نشوف الجرنيد، شوفوا الجرنيد وشوفوا الاستعراض السلاح، ركز على الجرنيد واستعراض السلاح بنفس الوقت، شايفين؟ اوكي في واحد عندي، بس كمل 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 كمل، شوف الفخامة، شايفين كيف؟ شايفين كيف تسترجع السلاح؟ اشي مرتب يعني، بس الفكرة انه الحظ زبالة. هو هذا الماب بدخلوا فيه البودات يعني، انا امبارح شفت عاصم بيلعب فيه وكانوا ضده هيك اغبياء، تعرف ايش كيف؟ اغبياء. اوكي يعني بصراحه مش زعلان بباري يعني، فينا كنسل. لا 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 انا ما بديش اعمل هاي الحركه، بس طالما انتوا جيتوا ف العبوا بقى. اوه لا مجنون، خد لي هاي، خلوهم ياخذوا اي علم من الاعلام عشان نعرف ان نوصل الجيم طويل شوي. حرفيا بمشي اقسم بالله ما عارف وين رايح. سرق الكلب، واحد يطلع ايه بعدين يا اخي حرام. اذا نيوك راح، إذن يكرى الفاضي، إذن يكرى الفاضي، ما هو هيك بتكمل. هذا بوت ولا هاي بوتات ولا شو هذولا؟ غبي، موت موت متخلف. بس ليش هيك؟ كل مرة نفس اللي بصير، كل مرة آخر كل بيخلص الجيم. طب كم كل جبت هيك على السريع؟ جبت لي كانوا 13 تقريبا، جبت كل في البريدتور و مش عارف ايش اللي صار بصراحة، بس تقريبا رجعت محل ما كنت. أنا مو عارف وين أروح صدقا يعني. أيوة خليك محترم وسيب لي هاي البوتات يعني، لو سمحت. ما بدي افتح بريدتور. يلا لازم احصل نيوك. ما بعرف شو هذا اللي ضدي، بس يعني شيء غريب. ولا هم بوتات متطورة؟ يلا يا اخي، ممكن اعرف انتو فين؟ اوكي
الله يخرب بيتهم السلاح. فضيحة فضيحة السلاح هذا فضيحة. كل شوية تعمل ريلود. لا 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 إلا أنت إلا أنت إلا أنت. أنا ما بتقبلها من الكل إلا منك. يعني أنت أسوأ واحد تقتلني. يلا 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 شكرتي يلا. لا يلا نيوك يا اخي حرام عليك. تحريك ضد البوتات. يلا اللي بعده. اللي بعده. شو عمل بيوم حياتي؟ يما انا مش عارف شو بصير معي. ستة وثلاثين كل يعني 18 قديش بيطلعوا؟ 36 2 36 كل. يب اجيب كي اجيب يعني والله كنت قريب كثير. يا اخي ليش هيك؟ اقسم بالله شغفي بالحياة يعني مش باللعب، شغفي بالحياة انتهى. مفيش اي شغف. والله ما اعرف هذول بوتات ولا لاعبين. ليش هيك هذول لاعبين؟ بس هم لعبهم خرا كثير يعني كثير خرا لعبهم. ما سبت في التصوير انا اعرف هاي شغال. اوكي ثلاث ايام لعبتهم قبل هذا الجيم على اساس اطلع لكم فيديو زي عام الناس، ولكن كلياتهم مبات معفنه. يعني الماب مبات مش عارف شو اسمها اصلا موجوده في الرانك، وما بعرف هذه اصلا ما بعرف اصلا ليش هي موجوده في الرانك. ولكن يعني زي ما شفتوا كانت هاي تجربه سلاح اللودن. بصراحه ما انصح هذا يشتريه، مش لانه سلاح سيء، لا عشان ما ندعمش اكتيفيجن يعني فاهمين علي، ما ندعمهم مش خالص. بس فيكم تشيكوا على متجر فيرست بالوصف يعني، مش عشان السبي يعني ممكن، بس يعني في عندهم اشياء غير السبي ف بس هيك. و يا والله نفسي اروح انام هيك انام نوم طويله. اوكي هاي صندوق فضي، هات لي واحد اشوفه. نعم اوكي اشوفكم على خير في الجاي يا جماعه. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك. وزي ما شايفين خلصنا السي بي في الحساب على الفاضي 11000 تقريبا 10000 سي بي راحن وبس كده.